كلية الزراعة جامعة كركوك، خدمة للجانب الزراعي وما له من تأثير على الاقتصاد المحلي لبلدنا العزيز، ولصلاحية التربة والظروف البيئية في محافظة كركوك، كان لابد لجامعة كركوك أن لا تنسى دورها في التطور الاقتصادي والعلمي. ولهذا عزمت رئاسة الجامعة على تأسيس كلية الزراعة في عام 2005 لتساهم في تطوير أبناء المحافظة على صعيد الزراعي وتحسين التربة وتهيئة الموارد المائية لزيادة كمية الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته. إن رؤية الكلية التميز في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع في المجالات الزراعية، أما رسالة الكلية تعزيز مساهمة الكلية في التنمية الاقتصادية من خلال العمل على تطوير القطاع الزراعي وتعزيز المسارات الزراعية المطلوب توطينها وتوظيفها لخدمة المجتمع. أما أهداف الكلية، تطوير البرامج العلمية والعملية للكلية في ضوء الاتجاهات المعاصرة محلياً وعالمياً، وتنفيذ الخطط البحثية لحل المشكلات الزراعية ورفع وتائر التعليم العالي الزراعي من خلال تبني الدراسات استجابة للحاجة الفعلية لا للشكلية، وأيضاً التنسيق الجاد مع الدوائر الزراعية من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة. تم افتتاح قسم البستنة وهندسة الحدائق بتاريخ 1/10/2005. يهدف القسم إلى تخريج كوادر زراعية متخصصة في علوم البستنة وهندسة الحدائق، والتي تتضمن ثلاث محاور رئيسية، وهو إنتاج الفاكهة ومحاصيل الخضر الصيفية والشتوية، وإنتاج نباتات الزينة المختلفة، فضلاً عن محور هندسة الحدائق وطرق تصميمها وإدامتها. يتناول الطالب خلال دراسته لمختلف المواضيع الزراعية التي تندرج تحت ظل المواضيع الرئيسية الثلاثة للقسم. يمتلك القسم مختبرات تحليل النبات والتربة، فضلاً عن وجود بيوت زجاجية وظلة خشبية وبيوت بلاستيكية لتربية وإكثار النباتات المختلفة. تأسس القسم سنة 2005 بهدف تدريب وتخريج كوادر علمية مختصة بعلوم الإنتاج الحيواني وبمختلف أنواعه. الدراسة في هذا القسم تشمل كافة العلوم المتعلقة بالطيور الداجنة والأغنام والأبقار والجاموس والأسماك وغيرها، حيث وفرت إدارة الكلية مختبرات علمية مجهزة بمختلف الأجهزة وحقول مصغرة لإنتاج الحيواني بمختلف أنواعه، ليتمكن الطالب من مشاهدة وممارسة ما يتلقاه من معلومات نظرية والتي تؤهله لإقامة المشاريع الحيوانية المختلفة. تأسس هذا القسم عام 2012. يتبنى القسم إعداد البحوث والدراسات التي تعمل على التوسع العمودي بغلة الأرض وإحداث زيادة في آليات الإنتاج للمحاصيل الحقلية في المحافظة. وقد حددت الحاجة الفعلية لاستحداث القسم بأهداف عديدة، إضافة
إلى المهام التقليدية في تخريج وجبات من الكوادر المتدربة والمؤهلة لتحقيق هذه الأهداف. وتعمل كوادر القسم على إدخال واستنباط التراكيب الوراثية المحسنة وزيادة زخم وفعاليات العمليات الزراعية. تم افتتاح قسم علوم التربة والموارد المائية في العام الدراسي 2012-2013، وتنقسم الدراسة في القسم إلى شقين أساسيين، هما الدروس النظرية والدروس العملية المختبرية والحقلية في المواضيع التي تخص الاختصاص الدقيق للتربة والمياه، فضلاً عن المبادئ الأساسية لبقية الاختصاصات الزراعية. وقد سعت إدارة الكلية منذ تأسيسها لتوفير المختبرات العلمية المجهزة بأحدث الأجهزة المختبرية، كما ودأبت الكلية لتنظيم جولات علمية داخل وخارج المحافظة لتوفير مشاهدات علمية للطلبة. قسم علوم الغابات. تم افتتاح قسم علوم الغابات في الكلية عام 2013 بغية التغطية الشاملة لكافة تفاصيل العلوم المتعلقة بالغابات. وإن الأسباب الموجبة لفتح قسم الغابات هو إشاعة روح العمل الموضوعي لإدامة وصيانة الغابات الاصطناعية الموجودة في المحافظة، وكذلك قيام القسم بالتوعية الإرشادية للمحافظة على الغابات ومنع أي عمل يتعرض مع ذلك، وإعادة ما تم إزالته من مشاجر وأحزمة خضراء سواء في محافظة كركوك أو محافظات أخرى في العراق، وذلك من خلال قيام القسم بإجراء عدة ندوات والدراسات المتعلقة بإدامة الغابات والعناية بها، حيث تم استحداث دراسة الماجستير في العام الدراسي 2013-2014 لثلاثة أقسام علمية: قسم البستنة وهندسة الحدائق، وقسم الإنتاج الحيواني، وقسم المحاصيل الحقلية، إضافة إلى استحداث دراسة الدكتوراه لقسم الإنتاج الحيواني في العام الدراسي 2017-2018. تم بناء بناية متكونة من 4 طوابق، والتي تضم 12 قاعات دراسية و4 مختبرات تخصصية و4 قاعات مناقشة. ومن توسعات الكلية أيضاً إنشاء مزرعة الفطر التجريبي، حيث أنشأت الكلية وبالتعاون مع الإدارة المحلية لمحافظة كركوك مزرعة الفطر التجريبي وفق أحدث المواصفات العالمية، وتضم المزرعة قاعتين منفصلتين لإنتاج الفطر الأبيض مع كافة المستلزمات وبطاقة إنتاجية تبلغ 12 طناً لكل وجبة. ومن توسعات الكلية أيضاً إنشاء محطة البحوث والتجارب الزراعية في مجمع الجامعة، حيث تم تخصيص مساحة قدرها 50 دونماً من الأراضي الزراعية. واليوم وبعد مرور أكثر من 14 عاماً من تأسيسها وتخريجها لعشرة دفعات، تفتخر كلية زراعة جامعة كركوك بأبنائها الخريجين الأعزاء الذين أثبتوا قدراتهم العلمية والعملية في المجتمع، فضلاً عن افتخار الكلية بالمنجزات التي حققتها من التواصل مع المؤسسات البحثية والأكاديمية والزراعية في داخل العراق وخارجه.